مباراة أنا شايف إن هي طبعا أكيد مباراة صعبة للفرقتين. الزمالك زي ما أنت قلت عنده حاجات كتير قوي جديدة، مجلس إدارة جديد، جهاز فني جديد، صفقات كتيرة جديدة، في لعيبة لسه حتى ما شفناهاش في الملعب. فالراجل برضو في حاجات ممكن يتسأل عنها، وفي حاجات برضو غصب عنه ما نقدرش إن احنا نلومه عليها في الوقت الحالي. هي دي صعوبة المباراة بالنسبة لنادي الزمالك، إنما شايف إن حاجة إيجابية إن أنت هتلعب المباراتين في مصر، ودي برضو حاجة كويسة بالنسبة للفرقتين. أعتقد يعني دايما بتبقى فرص الزمالك أكتر، ده الوضع الطبيعي يعني، إنما الكورة ما فيهاش كده. الكورة فيها لازم تتعب ولازم تجتهد ولازم تحارب عشان تقدر إن أنت تاخد يعني تعدي المرحلة دي. وأتمنى طبعا الزمالك يكسب، أتمنى التوفيق طبعا أكيد للفيوتشر، فريق برضو مصري ولسه فرقة صاعدة والفرقة لسه جديدة على البطولات الأفريقية، عاملين نتائج كويسة الموسم اللي فات ودخلوا برضو الكونفدرالية قبل كده، فأنا شايف إنه برضو عاملين نجاحات كبيرة جدا. بس في الآخر برضو أكيد فرص الزمالك بتبقى أفضل يعني. كنت أتمنى المباراة تكون في النهائي، يعني المباراة ما بين الزمالك وفيوتشر كنت أتمنى إن هي تكون في النهائي، يكون النهائي مصري خالص، لكن حظنا إن احنا نشوف الفرقتين بيلعبوا بعض في التوقيت ديت. مباراة برضو أكيد صعبة، الأجواء مختلفة، مباراة الدوري غير مباراة أفريقيا. أكيد نادي الزمالك نادي كبير وبيفكر إن هو إزاي يكسب الكونفدرالية، فيوتشر بره عنده نفس الكلام وعنده نفس الطموح إنه يعدي الدور ده عشان برضو تبقى أول بطولة بالنسبة له، أو تاني بطولة آسف، لأن أول بطولة بالنسبة له كان كأس الرابطة، مع تغيير طبعا الأجهزة الفنية، مع موجود جوميز مع نادي الزمالك وتامر مصطفى مع فيوتشر، مجموعة اللاعبين هنا وهنا مجموعة عالية جدا بعد تدعيمات نادي الزمالك، وشفنا الكلام ده في مباراة كأس مصر ضد النادي الأهلي. كل التوفيق طبعا للناديين، اللي هيكسب بنقول له مبروك، واللي بيخسر بنقول له هارد لك. أكيد الكفة تميل لجنب نادي الزمالك للخبرات اللي موجودة في اللعيبة، وخبرات طبعا نادي الزمالك اسم كبير طبعا يعني، لكن ده ما يقللش من طموح فيوتشر يعني. طبعا مباراه الزمالك كانت مباراه صعبه جدا مع فيوتشر، انه طبعا هيبقى ند محلي يعتبر، فريق فيوتشر فريق محترم طبعا، مش عايزين ننسى الكلام دوت، فرقه محترمه جدا، فرقه منظمه جدا، ونادي الزمالك نادي كبير اكيد جمهوره كله متعطش لبطوله، ويعني باقي زي ما نقول على الحلم خطوه ان احنا نوصل النهائي ان شاء الله ونحقق بطوله تعتبر مهمه طبعا على مستوى افريقيا، في ظل التغيرات طبعا الجديده واللعيبه السكواد اللي جه جديد ومدرب جديد، في دايما عوامل جديده ومتغيرات جديده بتحصل. نتمنى ان شاء الله التوفيق، ويكون التوفيق محالف المدرب الجديد ان هو يبدا ببطوله كمان. يمكن خسر بطوله الاسبوع الاخير دوت وهو ما كملش اكتر من شهر، في لعيبه لسه ما انسجمتش مع الفريق، يمكن عندنا 11 لعيب جه السكواد جديد، يعني في عوامل كتير برده، مش عايزين نكون ظالمين للناس ان احنا على طول من اول ما بندخل، لكن طبعا جمهور نادي الزمالك جمهور كبير ومحتاج دايما ان هو يفوز ببطولات. نتمنى التوفيق ان شاء الله، مباراه صعبه جدا مش سهله، لكن نادي الزمالك قادر ان هو يتخطى طبعا عقبه فيوتشر. طبعا اكيد مباراه مهمه جدا لنادي الزمالك، لان انت عارف البطوله دي بالنسبه لنادي لجمهور نادي الزمالك مهمه جدا وما فيهاش فصال، يعني بطوله الدوري اعتقد ان الامور صعبه وبعيده شويه، خلاص في بطولات انت طلعت منها، خسرت بطوله السوبر، فاعتقد ان مباراه الكونفدراليه اللي جايه كلها بالنسبه لنادي الزمالك مهمه جدا، والجمهور مش هيقبل باي تخاذل فيها، فهي مباراه مصريه لنادي الزمالك. اكيد نادي فيوتشر فريق محترم عامل تيم كويس، المواجهه هتبقى مصريه، لكن طبعا نادي الزمالك بتاريخه وامكانياته ولاعيبته وجمهوره اعتقد ان شاء الله نكون احنا لنا الحظ الاوفر، بس هي اكيد مش بالكلام والتاريخ، هتبقى بالمجهود وبالتعب في الملعب، اللعيبه مقدره المسؤوليه الكبيره اللي عليها، فان شاء الله يفرحونا ويبقى نادي الزمالك يقدر يتخطى عقبه فيوتشر ان شاء الله. اعتقد ان مباراه الزمالك وفيوتشر مباراه هتبقى مباراه كبيره جدا ومهمه جدا لنادي الزمالك. فريق فيوتشر مش سهل، فريق محترم، فريق عنده من اللاعبين الاكفاء جدا. نادي الزمالك يمكن تعرض لفتره صعبه قوي ولسه بيبني فريق، فاعتقد ان المواجهه هتبقى مواجهه صعبه قوي، لكن دايما لو بصيت حتى في الـ في الـ في, الـ في النتائج دايما باستمرار ما بين الزمالك وفيوتشر، الزمالك دايما بيبقى كعبه عالي شويه يعني يمكن في عايز اقول حاجه مهمه قوي، ان اكيد طبعا فريق فيوتشر هيتاثر بعدم وجود احمد رفعت ربنا
يشفي ان شاء الله باذن الله ويقومه بسلامه، وان شاء الله باذن الله يرجع تاني ويلعب ونشوفه في الملاعب المصريه كلها، لان دي اهم حاجه بالنسبه لنا. اعتقد ان هيتاثر تاثر كبير جدا مع فريق فوتشر، لكن انا شايف ان المباراه يمكن 50-50، يعني ما اقدرش اقول ان الزمالك يكسب، ما اقدرش اقول ان فوتشر ممكن يكسب، لكن انا شايف ان المباراه 50-50. فريقين مصريين، يعني انت مش عارف، احنا كنا نتمنى ايه الفريقين يطلعوا كلهم او في النهائي، يعني ده كان يعني امل لينا، كان نفسنا احنا الاثنين فريقين. بس طبعا المواجهه طبعا لازم فرقه تكسب عشان توصل ايه للادوار الايه النهائيه. إيه كل فرقه لها طموح. فريق الزمالك بقاله فتره كتيره جدا اصلا في افريقيا، طبعا مش لسه ما رجعش، عايز يوصل للبطولات الافريقيه، عنده طموح جدا، معاه مدرب مميز الوادي وجوميز، ومعاه دلوقتي لعيبه في صفقات عايزين برضو يثبتوا نفسهم مع نادي الزمالك، عبد الله السعيد ودولاد سيف جعفر رجع تاني ودونجا، يعني لعيبه مميزه عايزين برضو في البطولات الافريقيه، عايزين يعودوا ايه بشكل كويس لنادي الزمالك. فيوتشر بقى تامر مصطفى دلوقتي في الفتره الاخيره، طبعا انا لسه جاي من نص الموسم، طبعا كان الكابتن حسام حسن هو اللي كان يمسك الفرقه. فيوتشر دلوقتي كابتن تامر مصطفى يعني دلوقتي مركز ان هو ايه على الاقل ايه، يعني لسه ما شافش اللعيبه بشكل كبير قوي، هيبقى في طبعا في عدم يعني ايه، بيحاول ايه يشوف المراكز بتاعه اللعيبه ايه. ايوه بالظبط، عشان كده يعني تامر مصطفى اكيد عارف قيمه نادي الزمالك، ماتش مهم نادي الزمالك، عشان كده هنلاقي يعني الماتش هيبقى مهم للفرقتين.